هذا سائل يقول: هل طلب الزائر من الميت أن يدعو الله بالمغفرة لمن زاره يعد شركا؟ اي نعم، الميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا شيء، لأنه هو بحاجة إلى من يدعو له، هو بحاجة إلى من يدعو له، وليس هو اللي يدعو للزائرين، هو ما يملك شيء ولا يستطيع. نعم.